السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. اليوم سنرى درس الأعداد العشرية لي نومبغ ديسيمو. لي نومبغ ديسيمو الأعداد العشرية الجمع خاص بالمستوى الرابع. لاحظوا معي هذه الطفلة المسكينة المريضة وحرارتها مرتفعة، لنستمع إليها. حرارتي مرتفعة، يشير المحرار إلى 37.8. لم أفهم معنى هذا العدد. إذن بدورنا سنشرح للطفلة معنى 37.8. إذن أطفالي الأعزاء لاحظوا معي جيدا، 37.8 يسمى عدد عشري ويتكون من جزئين، جزء بالأحمر وجزء بالأخضر، وتفصل بينهما فاصلة. إذن الجزء على اليسار باللون الأحمر يسمى جزء صحيح طبيعي، جزء صحيح طبيعي. والجزء على اليمين 8 أو 0.8 يسمى جزء عشري، جزء عشري. إذا لنأخذ 37، قلنا عدد صحيح يعني عدد قوي لوحده، ثم 8 هي أجزاء صغيرة، أجزاء صغيرة، فسبعة هو يمثل أو رتبته الوحدات، الوحدات، بينما 3 العشرات، العشرات. فاصلة 8، 8 هنا الأعشار، إذا الرتبة 8 هنا الأعشار. ولقراءة هذا العدد نقول 37.8 أو 3 عشرات و7 وحدات و8 أعشار، أو 37 وحدة و8 أعشار، 37.8. إذن الكتابة الرقمية 37.8 تتكون من ماذا؟ تتكون من 37 اللي هو صحيح طبيعي، زائد إذا حذفنا 37 يتبقى 0.8. إذن 37 زائد 0.8، 37.8 تساوي أيضا ماذا؟ لدينا 3 عشرات يعني 30، 30 زائد كم؟ 7 وحدات، وفي الأخير 0.8. المثال الثالث 37.8 تساوي، إذن لدينا 37 زائد 8 ماذا تمثل؟ الأعشار، الأعشار. إذن نكتب 8 على أعشار يعني عشرة، 8 على 10. في الأخير 37.8 تساوي أيضا، إذن نكتب جميع العدد ونحذف الفاصلة، 378 على كم؟ على رتبة الأعشار يعني على 10. بعد أن قمنا بالتذكير بالأعداد العشرية سننتقل إلى محور درسنا وهو جمع الأعداد العشرية. لدينا العدد 345.97 زائد 78.231. لكتابة العدد في الجدول يجب أن نضع أولا الفاصلة. نضع الفاصلة على يسار الفاصلة، لدينا 5 ثم 4 ثم 3، رتبة 5 هي الوحدات، ثم 4 العشرات، 3 المئات. على يمين الفاصلة 9 تمثل الأعشار، 7 أجزاء المئة. بالنسبة للأجزاء الألف ليس لدينا شيء، إذن نضع الصفر. إذن نضع العدد الأكبر في الأعلى ثم يليه العدد الأصغر وهو 78.231،
إذن نضع الفاصلة هي الأولى على يسار فاصلة 8 وحدات 17 المئات ليس لدينا مئات، نضع الصفر. على يمين الفاصلة 2 أعشار 3 أجزاء المئة و1 أجزاء الألف. ثم نقوم بإجراء العملية بشكل عادي. نبدأ من أقصى اليمين، 0 زائد 1 1، 7 زائد 3 10، 0 ونضع 1، 9 زائد الاحتفاظ 10 زائد 2 12، نضع 2 ونحتفظ ب1 ليس في خانة الفاصلة بل في خانة الخمسة. إذن 5 زائد 1 6، 6 زائد 8 14، نضع 4 ونحتفظ ب1، 4 زائد 1 5، 5 زائد 7 12، نضع 2 ونحتفظ ب1، 3 زائد 1 4 زائد 0 تساوي 4. ماذا استفدنا من درس اليوم؟ لجمع عددين عشريين، أولا نضع الفاصلة تحت الفاصلة، نضع كل عدد عند رتبته المناسبة، أي الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري، ونحدد وحدات كل عدد عشري، وأخيرا نقوم بعملية الجمع بدءا بآخر رقم على اليمين دون أن ننسى الاحتفاظ.